مشاهدينا الكرام، نعم وصلنا وإياكم إلى آخر اللحظات من عمر هذه الحلقة، لحظات إعلان النتائج مع الأحبة الذين شاركونا بهذه الليلة الأجر وشاركوا برداتهم المباركة. من بعد ما نشكر اللجنة التحكيمية الموقرة وكذلك لجنة الخبراء القيمة، وأيضا نتقدم بجزيل الشكر لزينة الشباب في عراقنا الحبيب ومن خارج العراق من لجنة المدربين. نبدأ مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نظام المسابقة تحدث عنه مفصلا رئيس اللجنة التنظيمية جناب الدكتور عماد مهدي الزبيدي. نذهب إلى شارة نكرر ذلك لمن فاتته تلك الحلقة التي أشار بها الدكتور عماد الزبيدي. نظام المسابقة مع لبنان والأهواز والفتية. طبعاً إحنا أحسن سيد حسنين للتنويه. الله يبارك فيك. المشاهدين الكرام راح يشوفون إنه مثلاً المتسابق من لبنان ما موجود، متسابق من الأهواز والأطفال. إحنا كل حلقة عندنا 5 متسابقين من العراق يتأهلون 3 ويغادروننا 2. كذلك عندنا 2 من الجمهورية الإسلامية في إيران، لأن عندنا 26 متسابق، فاثنين يشاركون يطلع يغادرنا 1 ويبقى 1 تأهل المرحلة القادمة. أما بالنسبة إلى لبنان فعندنا 8 متسابقين يغادروننا 2 بعد ما نجمع نتائجهم بالنهائي، ويبقون عندنا 6 المرحلة القادمة. وكذلك الأطفال عندنا 20 فتى من الفتيان، يعني راح يغادروننا 8 ويبقون عندنا 12. وعندنا كذلك من الأهواز 9 متسابقين راح يغادروننا 3 ويتحولون على المرحلة القادمة 6 متسابقين إن شاء الله. أحسنتم. إذن فئة العراق أو فئة الكبار من العراق تعلن نتائجهم في كل حلقة كما أشار الدكتور، ومن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك من 2 مشتركين في كل حلقة راح يتأهل 1 منهم، أما البقية ينتظرون بقية النتائج حتى يتأهل منهم العدد الذي تفضل به الدكتور. من إيران، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشترك 1 سينتقل معنا إلى المرحلة القادمة. نعم، مهدي كريمي هو الذي تأهل إلى المرحلة القادمة. مبارك لكم أستاذ مهدي. ملا مهدي حياكم الله، حياكم الله. نعم، أما نتائج الأحبة من جمهورية العراق، 3 من ميسان، 3 من ميسان، عندنا 2 من ميسان اليوم، أزاحمهم يجون يم 2، ملا تحسين الماجدي وملا زين العابدين العقيلي. خلينا نشوف منو الثالث، نبدأ بالثالث. تفضلوا يمي، خلينا نزاحمكم. تفضلوا يمي، تفضلوا يمي، جزاكم الله خير. تفضلوا يمي. بالمركز الثالث الذي تأهل إلى المرحلة القادمة هو زين العابدين العقيلي، وموفق إن شاء الله يا حبيبي. شكرا لك ملا تحسين، الله يبارك فيك ان شاء الله. اتمنى لك زين عابدين مو تحسين، لا تغلط حبيب قلبي. شرفنا، انا تيه الاسماء تيه. ملا تحسين ارجع لمكانك، انت مناشد ارجع لمكانك. شكرا لك يا حبيبي. نعم صحيح، زين العابدين العقيلي هو الذي حصل على المركز الثالث بهذه الحلقه. اما بالمركز الثاني ضمن هذه الجوله من ميسان زين العابدين العقيلي، قلنا ثالث، تحسين الماجدي. ايش لعد قلبك يعذرني يا حبيبي. بالمركز الثاني موفق ان شاء الله يا حبيبي ملا تحسين الماجدي. اما بالمركز الاول استاذ علي، قبل المركز الاول، نعم ايش لعد قلبه عافيه حجي، يعني قبل المركز الاول حتى ايش لعد قلبه. طبعا صاحب المركز الثاني والثالث كانوا حاصلين على 75 متساويين بالنقاط. اها صاحب المركز جميل، اداء
التحسي كان افضل من اداء زين العابدين فاخذ المركز الثاني يعني بالهاي. اذا شكرا لهم. وكذلك انه صاحب المركز الرابع كان قريب عليهم فرق نقطتين، لكن النظام لا يسمح بعبوره. يعني الدرجات كانت متقاربه والمستوى متقارب للمتسابقين. اما بالمركز الاول في هذه الحلقه وبرضا لجنتنا التحكيميه هو محمد امير عبد الحسين من الديوانيه. يا الله موفق ان شاء الله يا حبيبي، موفق 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 ان شاء الله. حياك الله، تفضل تفضل تفضل. نعم ايها الافاضل، شكرا للاحبه اللي شاركوا ويانا بهذه الحلقه وفازوا بحبكم لهم وبحبهم للامام الحسيني عليه السلام. ايها الافاضل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للجاه والسمعة والإخلاص للبضع يا قرآن.